بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة سوف نقوم بحل تمرين حول مشتقة الدوال المركبة، يعني التركيب الذي هو يعني التركيب لو نتحدث عليه. ما هو التركيب أبنائي؟ هو لما نقول مثلا عندنا دالتان U في تركيب U، هذه لإكس، هذا التركيب. كيف مثلا؟ نعطي لكم مثال تساوي مثلا، لاحظوا جيدا، لو نأتي إلى F لإكس تساوي لنا جذر، لاحظوا مثلا إكس مربع زائد إكس زائد واحد. هذه لو نلاحظ هنا، إلى يوجد عندنا مركب دالتان، ما هي الدالة الأولى وما هي الدالة الثانية؟ لو نأتي إلى الدالة الأولى اللي هي V لإكس نقول عليها تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا جذر إكس، هكذا. هذه الدالة الجذرية اللي هي الدالة الاعتيادية أو المعروفة، الدالة الجذر والدالة التآلفية والدالة المربع، هذه يعني الدالة المعروفة. عندنا الكوس السينيس كذلك. هنا والدالة التي الأخرى هي العبارة اللي هي U لي X، نقول تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا X مربع زائد X زائد واحد، يعني الدالة داخل دالة. ما معناها؟ معنى هذه العبارة أبنائي، هذه العبارة تكون داخل هنا، يعني الدالة هذه U تكون هنا بداخل ال V. هذه هي ما معناها التركيب. تركيب معناه، وهذه تساوي لنا الدالة F، هذه ما هي؟ هي V تركيب U ل X، تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا كما تلاحظون هنا، تساوي لنا جذر X مربع زائد X زائد واحد. معنى هذه الدالة U أصبحت داخل الدالة V، إذا ما نسميه التركيب في الأول. إذا قبل ما نتحدث عن المشتقة وما أشبه ذلك، سوف نأتي إلى السؤال الأول. قال أحسب الدالة المشتقة للدالة F معرفة على R ما عدا الواحد، لأن الواحد يعدم المقام. هنا نبدأ في الأول، عندنا شرط. ماذا تقول؟ عندنا الدالة U على V، يعني دالة ناطقة، دالة ناطقة. المشتقة ماذا تقول؟ تقول لاحظوا مشتقي البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسط على المقام مربع، هذا قانون مشهور. إذا هنا كي نحسب هذه العبارة نقول F فتحة لإكس تساوي، نضع خط كسر هكذا أبنائي ونبدأ بالعمل. أولا حتى لا ننسى نقول المقام مربع، ما هي الدالة أولا؟ U. الدالة U أبنائي هي هذه، هذه الدالة U، وهذه هي الدالة V. أولا نقول المقام مربع، أولا المقام مربع يعني مباشرة اللي هو X ناقص واحد مربع، هذه في المقام حتى لا ننسى ذلك. نبدأ الآن في البسط، مشتقي اثنان X مربع، X مربع ما هو مشتقها؟ أن هذا ينزل تصبح اثنان X، يعني هنا نكتب اثنان X. مشتق الواحد، مشتق العدد أي عدد مهما كان A و B أو ما أشبه ذلك، يعطي لنا ماذا؟ صفر. في ماذا؟ في المقام. ما هو المقام؟ ليس في مشتق المقام، إنما في المقام اللي هو X ناقص واحد، ناقص ها هو قانون الناقص في مشتق المقام. مشتق الواحد هذا هو الصفر، ومشتق X دائما هو الواحد، احذروا ليس الصفر. مشتق أي عدد مضروب في X يعطي لكم العدد، معنى تصبح واحد في البسطي. لاحظوا القانون نطبقه بحذافيره، في البسطي. ما هو البسط؟ هو X مربع زائد واحد، هكذا. هذه الآن قمت بعمل الاشتغال. الآن ما علينا إلا إكمال الحساب، نكتب F فتحة لX تساوي، ونضع خط الكسر كما تلاحظون هنا هكذا، ثم نكتب في المقام، المقام مربع اللي هو X ناقص واحد هكذا مربع أبنائي. وهنا نبدأ بالنشر، هذا في هذا كم يعطي لنا؟ يعطي لنا اثنان إكس مربع، ثم عندنا هذا في هذا يعطي لنا ناقص اثنان إكس، ثم هذا في هذا كم؟ ناقص إكس مربع، ثم هذا في هذا ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص واحد. نكمل الحساب، تصبح F فتحة لإكس تساوي، نضع خط الكسر هكذا كما تلاحظون أبنائي. ماذا يبقى لدينا؟ إذن عندنا هذا يحسب مع هذا تصبح X مربع ناقص 2 X ناقص 1 على المقام مربع اللي هو X ناقص 1 الكل مربع.
هذه هي مشتقة الدالة F بأبسط طريقة ممكنة أبنائي، قد وجدناها، لاحظتم جيدا، ها هي المشتقة. وأكيد إشارة هذه المشتقة من إشارة ماذا؟ من إشارة البسط، لو تحدثنا عن التغير، من إشارة هذا، لأن هذا مربع دائما إنه عدد موجب مع احترام مجموعة تعريف R ما عدا الناقص واحد. الآن بعد ما أكملنا مع هذا الشيء، نأتي الآن إلى السؤال الذي جاء بعده. قال استنتج، لم يقل أحسب، الدالة المشتقة لكل من الدوال المقترحة التالية. أولا قبل ما نذهب إلى الدوال اللي هي هذه، نبدأ بهذه، سوف نتحدث عن شيء فيه قوانين عليكم باحترامها. أولا، ما هو مشتق الدالة المركبة؟ مشتق الدالة المركبة أبنائي، ها هو قانونه كما تلاحظونه هنا، ها هو الذي أضعه هنا باللون في الإطار الأحمر، وسوف نتحدث عليه ونتحدث عن قوانينه بنقطة بنقطة. ماذا تقول القاعدة؟ تقول مشتق مركب دالتين يساوي مشتق ماذا؟ مشتق إذا في تركيب إي لإكس مشتقاتهم يساوي مشتق في لإكس، مشتق في لإكس في ماذا؟ في مشتق الإي، هذه بالدرجة الأولى، سوف نتحدث عن هذا. لاحظوا جيدا، لو نأخذ مثال لأن الأمور بالأمس توضح أكثر، نقول مثلا عندنا الدالة، نأتي بدالة مثلا F لإكس تساوي كما جعلنا من قبل مثلا X مربع زائد X مثلا زائد واحد. هنا قلنا من قبل أن هنا يوجد دالتان، V لX تساوي قلنا جذر X، وعندنا الـ U لX تساوي لنا X مربع زائد X زائد واحد. الآن لو نبدأ بعملية ماذا؟ بعملية الاشتقاق، اللي هو هذه الدالة F اللي هي مركب هذه لهذه. سوف نبدأ بالعمل بنقطة بنقطة، تابعوا أبنائي. تصبح ماذا؟ تصبح U V تركيب U هكذا مشتق لX يساوي ماذا؟ يساوي لنا مشتق الأم، يعني هذه نسميها مثلا نسميها أم، وهذه يا أبنائي نسميها مثلا بأمر بسيط بنت، حتى تفهم، يعني واحدة في بطن الأخرى. ماذا تقول قاعدة؟ تقول مشتق الفي، مشتق الفي، أولا ما هو مشتق الفي؟ اللي هو الدالة الجذرية، مشتق الدالة الجذرية اللي هي هكذا إكس مشتقها يساوي لنا واحد على اثنان في جذر إكس، هذا أمر معروف. عندنا ماذا؟ ومشتق هذه البنت، ما هو مشتقها أبنائي؟ لو نأتي إلى مشتقة هذه، توفى نكتب U فتحة لX تساوي ماذا؟ تساوي 2X زائد 1. تعالوا نطبق القانون هذا بحذافيره، ماذا تصبح تساوي لنا؟ ركزوا أرجوكم، تصبح مشتق الأم، ها هي الأم، نكتبها 1 على 2 في جذر، لكن في الجذر هنا لا نكتب X وإنما نكتب البنت أصلا، هذه نكتبها هنا بالداخل، لأن قال مشتق V، مشتق V لU لX، يعني مشتق الأم، لكن في بطن الأم يكون ماذا؟ يكون عندنا البنت اللي هي ما هي البنت؟ اللي هي X مربع زائد X زائد 1. ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا أبنائي، يعني ليس الأمر في ماذا؟ في القانون الثاني، ها هو أمامكم، في مشتق البنت، ما هو مشتق البنت؟ ها هو مشتق البنت أبنائي، اللي هو ماذا؟ الذي هو 2 إكس زائد 1، ها هو مشتق التركيب، تساوي البسط في البسط والمقام في المقام، أكيد سوف تصبح هكذا أبنائي، تصبح 2 إكس زائد 1 على 2 في جذر X مربع زائد X زائد 1. وهنا فيكم من يقول يا أستاذ هل نختزل 2 مع 2؟ لا، لا يمكن اختزال 2 مع 2 لأن هذا الواحد لا يقبل بذلك، لو كانت هنا 2 يمكن اختزال هذا مع هذا مع هذا، أما أن تختزل هكذا عفويا لا يجوز لك لأن فيه قوانين للاختزال. إذن هذه هي مشتقة، تصبح ماذا؟ مشتقة دالة F فتحة لX في هذا المثال، في هذا المثال الذي اخترته هنا كي تتعلموا التركيب. كذلك
لو يعني نتحدث عن تركيب آخر مثلا حتى يكون الأمر بسيط، لو نأخذ دالة أخرى مثلا جي لي إكس تساوي لنا مثلا سينوس، مثلا سينوس إكس مربع زائد ثلاثة. هنا كذلك وجدنا التركيب. ما هي الدالة؟ ها هي الدالة في، وها هي الدالة U. معناه ماذا تصبح؟ تصبح جي فتحة لإكس تساوي مشتق الأم. ها هي الأم. ما هي مشتق الأم؟ مشتق الأم هو السينوس، لما نشتقه هو كوس. لماذا؟ لكوس للبنت. البنت دائما تبقى يعني محتوات هنا بالداخل، اللي هو إكس مربع زائد ثلاثة في مشتق ماذا؟ البنت. مشتق البنت ما هو؟ هو اثنان إكس، وتصبح تساوي لنا اثنان إكس في كوس ماذا؟ إكس مربع زائد ثلاثة. بهذه البساطة الآن تعلمنا كيفية التركيب. الآن بعد ما تحدثنا عن مشتق التركيب، نأتي كذلك لنتحدث عن مشتق شيء آخر. هذا هو المشتق الآخر، اللي هو مشتق الدالة قوة آن. مشتق الدالة قوة آن أبنائي هو كذلك أمر مهم جدا. ما معنى مشتق الدالة قوة آن؟ مشتق الدالة قوة آن لو يعطينا مثلا هذا المثال، لاحظوا جيدا، لو يعطينا مثال هذا، نتابع جيدا، تابعوا جيدا أبنائي حتى تتعلموا. لو يعطينا مثلا F لX تساوي مثلا 5X زائد 3 الكل قوة مثلا 8، ويطلب منا أن نقوم باشتقاقها، هل يمكن أن ننشر هذه؟ أمر كبير جدا. لاحظوا ماذا نطبق. نطبق أبنائي هذه الخاصية. ماذا تقول هذه الخاصية؟ معناها تصبح هكذا، لاحظوا، تصبح F فتحة لإكس تساوي آن، ها هو آن وها هو آن اللي هو الثمانية، نكتب هنا ثمانية في مشتق U. مشتق الـ U ما هي الـ U؟ ها هي أبنائي الـ U، هذه التي بالداخل بين الأقواس، اللي هي كم؟ هي خمسة، لأن الثلاثة يذهب إلى الصفر. في U قوة آن ناقص واحد، ما معنى؟ معناها الدالة ننقص لها درجة. لما ننقص لها الدرجة ماذا تصبح؟ تصبح خمسة X زائد ثلاثة الكل قوة ماذا؟ قوة سبعة. ننقص درجة فقط أبنائي، يعني لا تخافوا، سوف أنقصت درجة. هذا هو مشتق الدالة قوة آن. إذن كيف تتعلم؟ هو هذا أولا، الأس ينزل في مشتق التي بالداخل، في الدالة إذا كانت قوة سبعة اجعلها قوة ستة، أو إذا كانت قوة مئة اجعلها قوة 99. بهذه البساطة أبنائي فقط تعلمنا كيف نشتق دالة قوة آن، أو ما نسميه الدالة النونية، يعني لها قوة آن بهذه البساطة. الآن نأتي إلى لنتحدث عن أمثلتنا هذه التي نحن بصدد دراستها. لاحظوا جيدا، أولا سوف نتابع جيدا هنا، لاحظوا جيدا، لاحظ إذا اعتبرنا الدالة U يعني هذه البنت اعتبرناها هي قيمتها X، اعتبرناها X لا يهم، فإن ماذا تصبح؟ إذا الدالة U نسميها X، أو الدالة X نسميه، أو X نسميه U. يعني ما معناه؟ معناه هنا نعوض هكذا، هنا نعوض بـ U لـ X، وهنا تصبح ماذا؟ تصبح U لـ X الكل مربع. لاحظوا، يعني قلنا في مكان الـ X نعوض ماذا؟ بكلمة U لـ X اللي هي دالة، حتى X هو دالة، لكن من خلاله نتعلم التركيب. معناه ماذا تصبح؟ تصبح هكذا، ركزوا، تصبح F، لاحظوا، تصبح F لX تساوي لنا، لاحظوا في مكان قلنا الX نعوض بالU لX، تصبح U لX مربع زائد واحد زائد على X ناقص واحد. لماذا؟ لأن لاحظوا هنا فقط، يعني في هذه العبارة هنا عوضنا بالU لX وهنا عوضنا بالU لX، إلى أن هنا مربع. مع ماذا؟ مع احترام مجموعة التعريف أن المقام لا يساوي الصفر. معناه نقول U لX ناقص واحد لا يساوي الصفر، معناه U لX تصبح لا تساوي الواحد. هذه من قواعد التركيب، من قواعد الدالة الناطقة، أن المقام يختلف عن الصفر. لاحظوا جيدا ماذا سوف يحدث. الآن ما رأيكم أن نأتي ونحسب مشتقة هذه العبارة اللي هي تركيب دالتين؟ هنا كأنما مكتوبة هذه العبارة F لX مكتوبة F لU لX، هكذا مكتوبة،
مكتوبة اف لو او لو اكس، او مكتوبة كذلك اللي هي اف تركيب او، كذلك الكل لي اكس، يعني هذه الاي في بطن الاف. ماذا تقول القاعدة؟ تقول مشتقي، اذا تابعوا سوف ها هي امامكم. نبدأ نطبق مشتق دالة ناطقة مما تحدثنا من قبل. ماذا تقول؟ تقول مشتق البسطي، هذا مشتق هذا، ما هو مشتقه؟ هو أن قلنا نطبق هذا القانون، تصبح هو اثنان في مشتق ماذا؟ في مشتق البنت، ها هو البنت اللي هي إي فتحة لإكس، في ماذا؟ في هذا، لأن الضرب عملية تبديلية، في في، لاحظوا في في. إذا نحن نطبق، إذا قلنا مشتق البنت في، نطبق هنا ننقص درجة في مشتق هذا، إذا مشتق البنت انتهى دورها، في هذا ننقص له درجة، لما ننقص له درجة لاحظوا ماذا سوف يصبح؟ يصبح هذا. تابعوا أرجوكم حتى تعلموا أبنائي لهذه الأمور. أنا أطبق، ربما تختلط عليكم، أنا أطبق مشتق على هذا القانون. آن اللي هو اثنان، في مشتق بالداخل اللي هو إي فتحة، في الدالة قوة اثنان ننقص لها درجة يصبح قوة واحد، في ماذا؟ مشتق البسطي في المقام، ها هو المقام، ناقص ماذا؟ مشتق المقام، مشتق الاي هو اي فتحة، ها هو اي فتحة، في ماذا؟ ناقص واحد يذهب إلى صفر، في البسطي، ها هو البسط، على المقام مربع، على هذا كليا مربع، ها هو أمامكم أبنائي. هذه حتى يعني تفهموا ماذا فعلت، لم أستعمل شيء. بعد الآن عملية النشر، يعني لما ننشر ونكمل، لاحظوا ماذا نجد، سوف نجد هذه القاعدة. يقول أحدكم كيف يا أستاذ؟ قم بعملية النشر، أنشر هذا في هذا، تصبح اثنان إي فتحة لإكس في إي لإكس مربع، ثم ننشر هذه العبارة نفسيا هنا، ماذا تصبح؟ اثنان إي فتحة في إي لإكس في هنا ناقص، يعني تصبح ناقص في ناقص واحد، وهذه كما تلاحظون كذلك ننشر، تصبح اي فتحة في اي لي اكس الكل مربع ناقص هذا اللي هو ناقص اي فتحة لي اكس. بعد اجراء العملية سوف نجد هذه هي العبارة اللي هي اف فتحة لي اكس تساوي لنا هذه القيمة فقط، يعني قوموا بعملية الحساب، تصبح اي فتحة في اي لي اكس الكل مربع ناقص اثنان في اي فتحة في اي لي اكس ناقص اي لي اكس على اي لي اكس ناقص واحد الكل مربع، حسب قانون ماذا؟ قانون الدالة الناطقة اللي هو مشتقتها. يعني أتمنى أن قد فهمتم هذا الشيء، وإن لم تفهموا سوف أعيد أمامكم يعني حتى تفهموا. لاحظوا تساوي، أكرر، لاحظوا سوف تتعلمون بإذن الله. مشتق هذا هو هذا، هو ماذا؟ هو اثنان في إي فتحة في ماذا؟ في إي، لاحظوا جيدا فقط، أنا نزعت الإكس حتى أختصر، لأن كانت قوة اثنان أصبحت قوة واحد، في المقام اللي هو إي ناقص واحد ناقص مشتق المقام، مشتق المقام هذا تصبح إي فتحة ناقص واحد يذهب إلى صفر، في البسط، ما هو البسط؟ البسط هو إي مربع زائد واحد على المقام مربع اللي هو إي ناقص واحد الكل مربع، يعني الإكس تخلت عليه فقط، تساوي لنا، انشر الآن، انشر تصبح اثنان إي فتحة في إي مربع ناقص اثنان، لاحظوا جيدا حتى يعني أريد لا أجعل أذهانكم مبهمة، يعني سوف تفهم كل شيء، ناقص ماذا؟ ناقص اثنان في، قلت في إي فتحة في إي هكذا، ناقص ننشر هذا كذلك في هذا، ماذا سوف يصبح أبنائي؟ سوف تصبح هكذا، ركزوا، سوف تصبح إي فتحة في إي مربع، نعم اي فتحة في اي مربع ناقص اي فتحة على المقام مربع اللي هو اي ناقص واحد الكل مربع، تصبح تساوي عندنا ماذا؟ عندنا هذا مع هذا كم؟ اثنان اي فتحة في اي ناقص اي فتحة في اي مربع، اذا هذا مع هذا سوف يعطي لكم اثنان اي عفوا ليس اثنان انما واحد، تصبح تساوي لنا واحد اللي هو ركزوا تصبح اي فتحة في اي مربع ناقص اثنان اي فتحة في اي ناقص اي فتحة على اي زائد واحد الكل عفوا ناقص
ناقص واحد، اعذروني، ناقص واحد الكل مربع. قمت بعملية يعني الحساب فقط، يعني هذه جمعتها مع هذه فقط يا أبنائي، فظهرنا القانون كما تلاحظون هنا. الآن هذا القانون هو الذي سوف يساعدنا على ماذا؟ على عملية اشتقاق الدول التي أعطيت لنا. نتابع جيدا. الآن سوف نطبق فقط. عندنا ها هي القانون اللي هي هذا هو قانون F فتحة لX، لكن بالتركيب تابعوا ماذا سوف يحدث أبنائي. عندنا ها هو القانون وها هي الدالة. لو نأتي إلى الدالة جي لي إكس ماذا ما هي؟ ها هي جي لي إكس. لاحظوا جي لي إكس أصبحت هي إف لجذر إكس. لماذا؟ لأن لو نأتي إلى الدالة إف، ها هي الدالة إف أمامكم، لاحظوا أبنائي ها هي الدالة إف، سوف نقوم بجلبها معنا كي تظهر لكم الأمور كليا. ها هي الدالة، ركزوا في مكان قلنا الإكس ماذا وضع لنا حتى نعرف التركيز. لاحظوا في مكان الإكس هنا، ها هو إكس وضع في مكانه جذر إكس، لهذا تقرأ جي لإكس تساوي لنا إف، في بطنها ماذا وضعوا؟ جذر إكس. معناها الدالة البنت، ما هي البنت التي ظهرت؟ البنت التي ظهرت هي هذه اللي هي إلي إكس تساوي جذر إكس فقط. الآن الدالة الجديدة قلنا هي إلي إكس. الإلي إكس هذه أبنائي لو نشتقوها، إذا إي تصبح إي فتحة لإكس اللي هي مشتق دالة جذرية، هو واحد على اثنان في جذر إكس. الآن نأتي إلى القانون ونعوض فقط، تصبح جي فتحة لإكس تساوي، نضع أولا خط كسر هكذا، لاحظوا أبنائي هكذا، ونعوض طبقا لماذا؟ لهذا القانون فقط. ماذا نعوض؟ نعوض بأبسط طريقة، أنه الإي فتحة ها هي قيمتها، نعوضها هنا وهنا وهنا، والإي ها هي قيمتها أبنائي، نعوضها هنا ونعوضها هنا ونعوضها هنا بهذه البساطة. تعالوا نعوض، ماذا تصبح لدينا؟ تصبح لدينا واحد على اثنان جذر إكس في ماذا؟ في جذر إكس الكل مربع، ها هو مربع أمامكم، ناقص اثنان في مشتق الإي اللي هو واحد على اثنان جذر إكس هكذا، في إي اللي هي جذر إكس ناقص، لاحظوا أبنائي حتى تعلموا، ناقص مشتق الإي اللي هو واحد على اثنان جذر إكس، ركزوا على المقام، ما هو المقام؟ اللي هو إي اللي هو جذر إكس ماذا؟ ناقص واحد الكل مربع. سوف نلاحظ هل تتم عملية اختزالات؟ إذا عندنا هذا مع هذا يذهب، وعندنا ماذا؟ وعندنا هذا مع هذا يذهب، وعندنا ماذا كذلك؟ وعندنا جذر من هنا يذهب وجذر من هنا يذهب، تصبح جي فتحة تابعوا تساوي ماذا أبنائي؟ لاحظوا أولا نكتب المقام مربع، يعني نستعجل، اللي هو جذر إكس ناقص واحد كل مربع. هنا ماذا يبقى لدينا؟ يبقى لنا واحد على اثنان، هنا ذهب الجذر مع الجذر، تبقى لنا جذر في البسط اللي هو جذر إكس، وهنا ذهب هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا، ماذا يبقى لدينا؟ بقي لدينا ناقص واحد، ناقص واحد على اثنان في جذر إكس. ها هي العبارة كيف بقيت. ثم ماذا ممكن يحدث كذلك؟ يذهب هذا مع هذا، أصبحت تساوي لنا ناقص واحد على جذر إكس ناقص واحد الكل مربع. هذه هي مشتقة الدالة جي يا أبنائي بكل بساطة. كما أتمنى يعني لا أكون مخطئ في الحساب فقط، فإن وجد خطأ في الحساب فأعذروني لأن الكمال لله. يعني ربما أعيد، هذا اختزل مع هذا، يبقى لنا واحد على اثنان في جذر إكس، وهذا اختزل مع هذا والاثنان اختزلت مع الاثنان، وهذا مع هذا بقي الناقص واحد، وعندنا كذلك
ناقص واحد على اثنان يجي ذا الإكس بقي معه، ثم اختز إلى هذا مع هذا بقيت لنا ناقص واحد، وهذه الدالة أكيدية دالة متناقصة لأن المقام موجب والبسط سالب. الآن بعد ما أكملنا مع هذا المثال نأتي إلى المثال الذي بعده كذلك بنفس القاعدة. القاعدة هي أنها هي الدالة F، لاحظوا جيدا الدالة F، لاحظوا ما هو وجه الاختلاف. أنا ألاحظ أن وجه الاختلاف هنا أنه في مكان الإكس عوضوا بإكس مربع، معناها الدالة البنت التي ظهرت هي إولي إكس. ماذا ما هي؟ لو تلاحظون جيدا هي الإكس مربع. نشتقها ماذا تعطينا؟ إي فتحة لإكس تساوي لنا 2 إكس. ثم نبدأ بتطبيق هذه القاعدة حرفيا التي قمنا بحسابها من قبل. مشتقي هذه الدالة التناظرية في التركيب، ماذا نعوض أبنائي؟ بكل بساطة نعوض هنا في هذا المكان، وهذا هنا، وهذا هنا، وهذا هنا، وهذا كذلك هنا، لاحظوا جيدا فقط، وكذلك هذا يعوض هنا كما تلاحظون، يعني الأسهم. تصبح ماذا؟ تصبح F لا H فتحة لإكس تساوي، يعني هنا يمكن أن نقول ما هو التركيب الذي ظهر؟ التركيب هو F لإكس مربع هكذا، يعني في مكان الإكس عوضوا بماذا؟ بالإكس مربع فقط، هذا هو التركيب الذي ظهر. تصبح H فتحة لإكس تساوي، نعوض كما فعلنا من المثال الأول، إي فتحة لإكس، ها هي الإي فتحة لإكس اللي هي 2 إكس في ماذا؟ في الإولي إكس اللي هي إكس مربع الكل مربع، ناقص 2 في إي فتحة اللي هي 2 إكس، في إولي إكس اللي هي إكس مربع، ناقص مشتق اللي هو 2 إكس، على ماذا؟ على إكس مربع ناقص واحد الكل مربع. ثم ما علينا إلا إكمال الحساب يا أبنائي نقطة بنقطة، لكن دائما نكون حذرين من الحساب لأن الحساب أمر مهم في حل التمارين. تساوي المقام لا نتحدث عليه اللي هو إكس مربع ناقص واحد الكل مربع، يبقى لنا البسط. إكس مربع، لاحظوا إكس مربع قوة مربع تعطينا إكس قوة 4، لأن قوة القوة جداء القوتين، إكس قوة 4 في إكس تصبح 2 في إكس قوة 5. عندنا كذلك إكس مربع في إكس كم؟ هو إكس قوة 3، والإثنان في الإثنان تصبح ناقص 4 في إكس قوة 3 بهذه البساطة. ثم عندنا ناقص 2 ماذا؟ 2 إكس، وهنا يعني يمكن أن تكمل الحساب أو تتوقف، هذا الأمر لا يهم لأن الهدف هنا هو حساب المشتقة. كذلك نأتي إلى المثال الذي بعده، قال كذلك نأتي أن نجلب معنا الدالة الأم، ها هي الدالة الأصلية. بماذا عوضوا الاي؟ هنا شيء اختلف جذريا على الأمر الآخر، هنا أصبحت الأم هذه الاف أصبحت بنت، ركزوا كيف أصبحت، اش لإكس تساوي لنا جذر اف لإكس، مختلف اختلاف كبير بين هذه العبارة، لاحظوا بين هذه العبارة، لاحظوا هنا الجذر فقط في مكان الإكس، لكن هنا الدالة كليا وضعت تحت الجذر، معناه ما علينا الآن إلا تطبيق شيء آخر. ما هو الشيء الذي علينا أن نطبقه يا أبنائي؟ هو أننا نطبق تركيب اللي هو الكولي إكس تساوي لنا الجذر، ماذا؟ الجذر إكس مربع زائد واحد على إكس ناقص واحد. إذن ماذا تصبح الدالة الكا؟ الدالة الكا تصبح كا لي إكس تساوي لنا الجذر إف لي إكس، حيث دائما الإكس هنا عدد موجب. هنا ما علينا، بما أن أصبحت هذه كليا دالة يعني دالة جذرية، عندنا قانون الدالة الجذرية ماذا يقول؟ يقول لنا ك فتحة لإكس تساوي مشتق ما بداخل الجذر على 2 في الجذر. هنا ما علينا إلا التطبيق مباشرة، تصبح ك فتحة لإكس تساوي مشتق F فتحة، ما هو؟ ركزوا مشتق F فتحة وجدناه يا أبنائي، سوف نضع أولا خط الكسرة كي لا تختلط عليكم الأمور، ونضع خط كسر هنا كذلك. مشتق الاف كم وجدناه؟ وجدناه إكس مربع ناقص 2 إكس ناقص واحد على إكس ناقص واحد مربع، هذا الأمر وجدناه، ربما لم تتذكروا، ها هو أمامكم أبنائي، لاحظوا ها هي أمامكم العبارة اللي هي الدالة اف،
هكذا. ثم ماذا عندنا؟ أصبح كذلك على اثنان في جذر F. ما هي الاف اللي هي x مربع زائد واحد على x ناقص واحد. يعني هنا الدالة التي أعطيت لنا هذه الدالة F وضعت تحت الجذر هكذا. تعلمون أن الجذر F هذه قلنا مشتقاتها هو عبارة عن تركيب في الأصل، هو F فتحة على اثنان جذر F، طبقنا عليه هذه القاعدة ويمكن أن تكملوا الحساب أو تتركوها، المهم هذا هو هدفنا في التمرين. الآن نأتي إلى المثال الآخر اللي هو سينوس. نأتي الآن بجلب دائما نص الدالة حتى تلاحظون أين وجه اختلف الأمر. نلاحظ أن الاي أصبحت هي السينوس، يعني اي لي اكس الدالة هذه أصبحت هي سينوس اكس. تعلمون أن مشتق السينوس اللي هو اي فتحة لي اكس، مشتق السينوس هو الكوسينوس بهذه البساطة، لأن الدائرة المثلثية هكذا عندكم لما تنتقلون بهذا الانتقال الاشتقاق أو المشتقة، وهنا لما تنتقلون هكذا قولوا الدالة الأصلية أو التكامل. إذن هنا معناه ما علينا إلا التطبيق القانون مع المقام دائما، أكيد هذا المقام يجب أن يختلف عن الصفر، معناه سينوس إكس ناقص واحد لا تساوي الصفر. أكيد هنا يعني أكيد مجموعة التعريف سوف تصبح ماذا؟ يعني هنا الذي يجعلها تساوي الواحد معناه هو البي على اثنان. البي على اثنان هو معناه تصبح هنا آر معادل البي على اثنان. أكيد لماذا؟ لأن البي على اثنان هو الذي يعدم هذه القيمة، لو تعوضون سينوس بي على اثنان هو واحد، واحد ناقص واحد هو الصفر. الآن نبدأ في عملية الاشتقاق، سوف نجلب كذلك القانون هذا ونبدأ بالتطبيق حرفيا، نجعل خطها كالكسرة ثم نكتب هنا الدالة كيف هي في، تصبح في فتحة لإكس تساوي أولا المقام مربع، المقام مربع ها هو أمامكم اللي هو سينوس إكس ناقص واحد الكل مربع. نبدأ الآن في البسط، إي فتحة هذه تعوض هنا، يعني ماذا؟ كوس إكس في ماذا؟ في إي لي إكس الكل مربع، ها هي الإي لي إكس نعوض هنا في ماذا؟ في سينوس الإكس الكل مربع، ركزوا فقط، ناقص اثنان في اي فتحة، ها هي الاي فتحة اللي هي كوس الاكس، في الاي هي في ماذا؟ في سينوس اكس، ركزوا، ناقص مشتق الاي فتحة اللي هو كوس اكس، بهذه البساطة فقط ابنائي. وهنا لا يمكن يعني نكمل الحساب، لم يطلبوا منك إكمال الحساب، إنما قال قم بعملية الاشتقاق، فقمنا بعملية الاشتقاق وانتهى هكذا. ربما يعني لما تكون دالة ربما سوف تتعامل مع أشياء أخرى، لكن ليس هدفنا هذا الشيء، هدفنا هو تعلم كيفية اشتقاق أو الدواء المركبة. وفي الأخير يعني أتمنى قد يعني أعجبكم الشرح أبنائي، وكإن وجدت أخطاء في الحساب فاعذروني لأن الكمال لله، وزوروا موقعنا اللي هو صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار. ودائما أنصح أبنائي هذه الفيديوهات هي نعمة لمن يعني يستحسن أو يحسن استعماله، يعني دائما قوموا بتحميل الفيديو، ثم الأمر الثاني يعني قم بتركه يبدأ في الأول ثم اكتب نص التمرين وحاول فيه عدة مرات، ثم بعدها قم بمشاهدة الفيديو نقطة بنقطة يا أبنائي، وقم بحفظه على ديسك دير أو على القرص الصلب أو على فلاش ديسك حتى يمكن أن تسترجعه في أيام من أيام المراجعة التي سوف تكون في الأيام المقبلة إن شاء الله لتحضير بكالوريا 2015. وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.